عبد اللطيف، كيف تكسب مباريات الديربي؟ بتأمين خط الدفاع دي وتاخد الالتحامات. الامرين دول هم اللي دايما في مباراه الزمالك والاهلي او المباريات الكبيره هم اللي بيحسموا. انت بتاخد متوسط الملعب نفسه مع تامين الدفاعي، تمتلك الكوره. طول ما انت ممتلك الكوره انت ممتلك زمام الامور في المباراه نفسها، ممتلك مصيرك، بتبني هجمات. طول ما انت بتضغط على المنافس وبتعمل هجمات وبتصعب عليه الامر، طول ما هو انت بتاخد ثقه، والثقه دي بتترجم الى نتيجه في ارض الملعب بتخليك فرصك بتزيد اكتر. بتفقد الكوره، بتفقد الالتحامات، ده كله بيبدا يدي للفريق اللي قدامك او الخصم اللي قدامك الثقه عليك، فتبدا انت تدخله في المباراه. فانت لازم لما تبدا المباراه تمتلك الامور دي وما تخليش الفريق اللي قدامك يخش معاك الجيم. لازم تبدا ودايما الزمالك في المباراه دي لما بيبدا فعلا وبيبقى منطلق وبيسجل في الاول، بيبقى المباراه ملكه، وتبقى صعب جدا انك ايه تشوف حد بيرجع عليه. ما بتبقاش يعني ما بتبقاش الامور بسهوله، بتبقى الامور بصعوبه جدا يعني. هو عاده في السنين الاخيره اللي بيسجل الاول ما بيخسرش، ممكن يتعادل لكن ما بيخسرش. فالديربي ديربي لازم حد فيها هيكسب، فانت تنزل بقوه. الديربي الديربي بيتلعب بالروح، بالروح، بالقلب، انك بالقتال. تنزل بالظبط. ده انت هتموت نفسك، هتقاتل، هتكسب الالتحامات. انا بالنسبه لي الديربيات بتكسب بده، دي الديربي ده بالظبط، بالروح، بالقتال، وبالذات ان احنا بنتكلم ما بتتكلمش عن دوري ممكن تعوض، لا هم 90 دقيقه تنزل تقاتل، تلعب بروح وبحماس. الحاجات دي كلها بتعوض الفروق الفنيه اذا كانت موجوده. لكن ما تنزلش بتراخي فتبتدي تستقبل، ما تغلطش في بدايه المباراه لانه ده هياثر عليك جدا جدا في بعد كده، بالذات اذا استقبلت الاول. الحاجات دي كلها لازم تتلافاها، لازم تنزل مركز من اول دقيقه، تنزل عاوز تكسب. هل هتشوف بقى الخطه اللي جوميز هينزل بيها؟ هل هو هينزل يضغط؟ هينزل يضغط من بدايه المباراه على الاهلي، يضغط على الاهلي في بدايه اللعب، ولا هيستنى ويروح بهجمات مرتده؟ كل دي امور هو اللي هيقررها. لكن العامل الاساسي بوجهه نظري الديربي بيتلعب. ايوه في امور فنيه وفي امور تكتيكيه مهمه جدا جدا الاثنين مدربين هيشتغلوا عليها، لكن الديربي يتلعب بالقوه وبالحماس اللي يستحقوا كلمه ديربي، بمعنى كلمه الديربي. واعتقد انه كابتن عبد الواحد السيد هيتكلم مع اللعيبه في الموضوع دوت. اللعيبه الكبار اللي في الفرقه لازم يتكلموا مع اللعيبه في الفريق في الامور دي، لانه في اوقات كبيره جدا جدا كان نادي الزمالك بينزل فيها عنده فرص انه يعمل نتيجه كويسه في الديربي، لكن التراخي اللي كان بيحصل وانك ما بتبداش بشكل كويس كان بيأثر عليك. يعني انا اعتقد الموسم اللي قبل اللي فات يا عبد اللطيف، الديربي اللي هو بتاع الامارات اللي هو 2-0، الزمالك كان اللي هو بعد الزمالك ما خد دوري وكاس، الزمالك كان مرشح والفرقه كانت كويسه، لكن نزلت ما كانش محضر نفسيا بالظبط. المنافس كان محضر نفسه كويس انه ده ماتش الموسم، وفعلا ماتش فرق معاك في بقيه الموسم، انك دخلت خسرت، فبالتالي الدنيا كان عايز يرد اعتباره محليا بالزبط. في الموسم ده انت بقى كنت محضر وكنت واثق ان انت هتكسب و و و و فاستقبلت جول بخطا من في بدايه الماتش، الامور مش مش هدفين خطأ فخسرت بس لكن هو الجول بتاع سافيو هو كان في البدايه هو اللي عمل معاك كده، رغم انك كنت كويس، حتى اثر كمان على مصير لعيبه جوه الفرقه. دي حقيقة. يعني لعيب زي زكريا الوردي الغلطه اللي عملها خلاص هو مش شايف بعدها. فده الموضوع اللي بنتكلم فيه على اهميه الديربي. الديربي انت بتلعب ماتش على كل حاجه، ما تغلطش، اغلط في ايام تانية لكن ما تنزلش في الديربي تغلط. ده ديربي، تنزل من اول ثانيه مركز انك بس تكسب، وما فيش حاجه اسمها فروق فرديه بقى والكلام ده، لانه الجمهور ما بينساش النتائج اللي بتحصل في الديربيات. الجمهور ما بينساش اخطاء الديربيات. في لعيبه ممكن تبطل كوره بسبب الديربي، في لعيبه ممكن تمشي من النادي بسبب الديربي، كل لعيبه تطلع السما بسبب ديربي، بسبب ديربي، رغم ان هم عادي جدا مستوياتكم عاديه جدا جدا. لكن حاجه واحده في الديربي، الديربي ما بيتنسيش. فاتمنى ان اللعيبه تكون عارفه ده ومركزه عليه، وان شاء الله انا بشوف ان هي فعليا مش بقول الكلام يعني دبلوماسي، هي 50-50 فعلا. فان شاء الله ال 50 بتاعت الزمالك هي اللي تميل باذن الله، ان شاء الله باذن الله. هو خصوصا ان النقطه اللي بيتكلم فيها ان المباراه فعلا 90 دقيقه، يعني المباراه لو انتهت بالتعادل انت على طول هتلجا الى ضربات جزاء، مفيش اشواط اضافيه. فهي هم 90 دقيقه لازم تنزل بكامل تركيزك. النقطه الاهم واللي هي كانت من الحاجات المميزه والايجابيه في فوز الزمالك الاخير، انك انت قدام الاهلي كان عندك مشكله في اخر 10 دقائق، ودايما بتخسر قدام الاهلي. يمكن انت نهائي الكاس بتاع مصر خسران في اخر دقيقتين،
سواء الهدفين اللي جم، انت بتخسر في اخر 10 دقائق او اخر 5 دقائق كمان في الوقت الاصلي. حتى المباراه اللي اتكلم عليها محمد في بتاعه السوبر في الامارات، الهدف الثاني حتى انت كنت بتحاول تعدي الهدف الثاني داخل برضو فيك في الدقائق الاخيره. فانت عملت بقى العكس في المباراه بتاعه الدوري، انت اللي سجلت الهدف الثاني في الاخر دي، انت سجلت وتعادله بس انت رجعت لانك انت كنت في كامل تركيزك وانت اللي سجلت الهدف الثاني في الدقائق الاخيره. فهي لازم تبقى انت بادئ المباراه بكامل تركيزك وتنهيها كمان بكامل تركيزك، لان هم 90 دقيقه بجانب الوقت بدل الضيع هي دي فرصتك، لان بعد كده لو انت متعادل هتخش اشواط اضافيه، لو انت خسران خلاص مفيش فرصه للتعويض. مين من الصفقات ممكن نشوفها في مباراه السوبر قدام الاهلي يا لطيف؟ بص، هو الموضوع ده ليه معطله كبيره. ليه؟ يعني الناس كلها بص على مركز الظهير الايسر انه ده الوحيد اللي ممكن يبقى مركز الظهير الايسر. انت جايب لاعب اجنبي وجايب لاعب محلي، في فلسفه، في فلسفتين. واحده يقول لك طب انت تلعب اللاعب المحلي ليه؟ لان هو لاعب الاهلي المباراه دي واخد على اجواء المباراه المحليه وممكن يفيدك اكتر. في واحد يقول لك لا، فلسفه ثانيه يقول لك لا، لعب اللاعب الاجنبي لانه هو عارف قيمه المباريات دي ومش هيبقى عنده رهبه من الخصم ان هو لاعب اجنبي، فهيدي بروح ويبقى عايز يثبت نفسه. دي اول مباراه ليه، مباراه كبيره ودايما العناصر الاجنبيه انت جايبها عشان تصنع الفارق. ففي فلسفتين، جوميز بقى هو اللي عليه تحديد الفلسفه اللي هو شايفها مناسبه. انت بقى شايف مين؟ انا بقول لك انا ما اقدرش احلل، انا ما يعني انا كمستوى يعني جوميز عنده الخيارين او السيناريو، عنده خيارين طبعا. انت بالنسبه لك انا هيبقى اتمنى يبقى هو عنده الخيارين ما يلجاش لخيار ثالث، ان ده اللي انا متخوف منه، اللي هو عمر جابر. محمد شحاته يعمل الحركه دي لان هو ممكن يقول لك انا ابدا باللي انا عارفه واللي انا لعبنا بيه المعسكر واللي انا شغال معاه ويفاجئنا كلنا، فهتبقى نقطه محمد حمدي الصراحه هتبقى نقطه تحول. ريسك عالي جدا جدا. شحاته يمين، ريسك عالي جدا. انا اتوقع محمد حمدي شارك على عدلته بالظبط، ولاعيب حافظ القصه واللعيبه عارف يعني ايه قيمه مباراه، اول مباراه بالنسبه له. خلي بالك هو برضه لاعب شاب ومباراه ببطوله، بطوله قاريه، الموضوع هيبقى صعب. انا احب اشوف كونراد جدا. لا بتكلم في ناحيه الشمال الاول على حمدي. اتفق معاك، حمدي يلعب ماشي. طبعا مين يلعب تاني ممكن يلعب وعمر يلعب في مكانه. احب اشوف كونراد جدا بالذات ان هو لعب في السعوديه، يعني الموضوع مش، واعتقد ان عنصر ممكن يفيدك جدا في التحولات اذا انت قررت ان انت تلعب تحت الكوره او انت ربنا وفقك وتقدمت. يعني ممكن يبقى سلاح على دكه الاحتياط، ممكن يبقى عمر مثلا يعني ليه لا، ممكن لا انا بكلمك مثلا على كونراد ومصطفى شلبي اللي هيلعبوا او اللي محطوطين في الحسبان ان هم يلعبوا. انا اقول لك لازم يبدا بيه. لا يبدا بيه، لازم يبدا بيه، ما يبداش مصطفى شلبي، لازم يبدا بيه، لازم يبدا بكونراد. طب طبعا لازم تنزل بتاخد دفعه عقيده اذا نجح، اصل اذا نجح خلاص. لا لا لا، انت ضمنت لعيب كويس جدا. يا عطل انت شايف جوزيه جوميز عقليته هيختار مين، مصطفى شلبي ولا كونراد؟ انا اعتقد انه هيبدا بمصطفى شلبي بس كده. بس انا اتمنى انه ما يعمل، يعني مصطفى شلبي لعيب كويس جدا وناهي الموسم بشكل كويس، بس انا عاوز استغل الزخم بتاع الديربي في انه يعني تكسب لعيب محترف بشكل كويس. انا بالذات انه لعيب جريء وسريع وشويط، الماتشات دي عايزه اللعيبه النوعيه دي، لعيب يجري مثلا فياخد فاول، فلعيب ياخد انذار، يعني عارف الحاجات دي، التفاصيل الصغيره دي بتفرق جدا جدا. انا مش عايز لعيب على الخط، يعني لا، انا عايز لعيب جريء يروح على الجون، يجري ويروح. هو دي ميزه كونراد اصلا، انه بيجري على الجون. ده اللعيب اللي هيفرق معاك في ماتش زي ده. اتمنى انه ياخد ويكون بشكل كويس جدا جدا. اتمنى اللعيبه اللي هتاخد عموما سواء هو او مصطفى او حمدي او اللعيبه اللي هتاخد فرصتها في المشاركه في المباريات. احنا اتكلمنا عن محمد حمدي، ممكن نشوف كونراد، مين تاني ممكن نشوفه؟ مش عارف، هل عمر جاهز؟ يعني ما اعرفش. احنا بنتكلم على سيف الجزيره برضو، يعني من اللعيبه الموفقه جدا في الماتش. لا انا واثق ان هو كان في نهائي الكاس مش موفق للاسف. احنا في الماتش اللي بعده كان موفق، لكن هو على فكره واخر، ما هو اللي هو اللي جاب الهدفين. انا بقول لك يعني هو برضو انت بتتكلم عن ما قبل. لا انا اعتقد ان هو هيلعب، يعني هو ما فيش ليه توقيت صيف وشتوي، فهو احنا في الصيف ربنا يكرمنا. اتمنى انه عبد الله السعيد يكون موفق في الماتش ده، لانه في الماتش اللي هو بتاع النهائي الكاس اللي هو في السعوديه كان في اوقات كتير جدا لازم هو اللي يخلص، لكن هو ما خلصش. اللي هو اللي بيعمله دلوقتي يمكن عشان كانت بدايات او كده او كان قلقان لسه يعني. فانا اعتقد انه عبد الله
هيكون مهم جدا. عبدالله في اول دقيقه في الماتش خد واحده شوطه في وشه من عمرو السوليه، الكوره خبطت في وشه. كان في اوقات الموضوع كان لازم، انا بالنسبه لي انا حسيت واصابه زيزو، انت بتخش واصابه زيزو جدا. فاتمنى ان يكون في تضحيه من اللعيبه، تضحيه بدنيه وتضحيه انه الفرصه اللي تيجي تكون بخيل قوي فيها. اذا انت شاكك في انك تسجل وفي حد، يبقى في انكار ذات في الحته، لازم لانه الفرص هتكون قليله، مش هتاخد فرص كتير يعني. فده شيء مهم جدا، زي ما بقول لك التفاصيل الصغيره دي هي اللي بتحسم الماتشات اللي زي كده. فانت بقى انت وهتقدر تحافظ على التفاصيل دي وتستغلها كويس ولا لا؟ اعتقد ان اللعيبه مركزه انها ما تخسرش، فان شاء الله يعني اعتقد ان الامور ان شاء الله مش بعيده يعني زي ما الناس متخيله ان شاء الله باذن الله.